هذا المخبز بسنة 99 تقريبا، 94 99، بس أكثر شيء حقق نجاح من بعد سنة 2000. وأول ما ابتديت وبلشت بهذا العمل كانت الحياة ردة فعل. أنا بيتي بعيد كثير عن البلد كان، وكان عندي أولاد طفالة، وطبعا كانت الناس قبل اجت فترة من الفترات نسيت الخبز العربي، وصار في أفران بالبلد ولحقت الأفران وكذا. وأني بهاي الفترة كان زوجي مسافر، وحاولت كثير إني أمن خبزاتي. طبعا ما في كان سيارات مثل اليوم توزع خبز لباب البيت، وما في هذه الأمور، وكان الوضع كثير بالنسبة للثلج والمعاناة، والولاد طفالة ما في يتركهم. ساعة من الساعات إذا زوجي من لبنان وكان بهاي المعاناة راح ليجيب لنا خبز، ضل من أول يوم لثاني يوم، ضل من أول يوم لثاني يوم. ليش تأخرت؟ قال لي في زحمة كثير على الفرن. قلت له شو رأيك أني على الصيف تجيب لي قمح وطحين واخبز، وين ما بتخبز؟ قلت له إذا بخبزهم على الصوبيا، المهم إني ما أترك ولادي حد النار وفل، وضلني حد الولاد. شوي شوي تطورت الأمور. قال لي أني شفت شغلي بلبنان، ويوم رحت على الأردن كمان شفت هي الشغلة، إنه الناس تخبز وتبيع. قلت له شو رأيك نحن نخبز ونبيع؟ قال كيف ما يعني أنت بدك؟ قلت له بتعلم. بعدين في شغلة بدي أقول لك، ليش تمضي حياتك بالسفر؟ أنا راح ساعدك بهي الأمر. كانت الأمور من نوع إنه أنا زرعت وردي، زوجي أنا زرعت وردي وتركي وترك، وأنا اللي سقيت، والحمد لله على هالنعمة. الحمد لله بلشنا نشتغل. بلشنا أول شيء شغلة التسويق على الميتور، وعانيت كثير من الأهل ومن الجيران، وعيب أنتي تخبزي وجوزك إنسان ناجح وإنسان بيشتغل وإنسان عم بيسافر وأياكي وما بعرف شو. أنا بالعكس كانت عندي كثير قوة إرادي إني أنا لازم أشتغل وساعد جوزي وساعد ولادي. من هذا المنطلق بلشت أشتغل. كانت التجربة بالقمحات اللي جبتهم بدي خليهم لبيتي أيامات الثلج، وقعدت أشتغل. شوي شوي تعلمت وصرت أخبز وأشتغل وتوسعت بعديها، بس بلش أكثر التوزيع، صرنا نوزع على الميتور. كانت قصة نجاحنا أكثر شيء هي التكاتف أنا وزوجي بهذا العمل، والتوزيع اللي كان على مستوى السويدة فقط. بعد شوي توسعت أمورنا وصار في عنا طلب كثير، وصارت تيجي الناس من الشام، تيجي الناس من برا توصي على هذا الخبز. صرت عاد ادعي الناس وادعي النساء اللي قاعده بالبيت انه تعالوا تشتغلوا. في ناس بتقول لك احنا ما بنعرفش نشتغل، قل لها بعلمك. في ناس كثير اجت عن جد ما بتعرف انه كيف هو الخبز، وبتعرفوا هذا الخبز قبل كان ايامات اجدادنا وابائنا كانت اهل السويدة منتشرة بهذا الخبز، وكانت بتشتهر بهذا الخبز، خبز العربي خبز الصاش. وبلشنا نشتغل شوي شوي، وصرنا عاد ندعي النساء تجي لعنا نعلمها تشتغل تفتح بيوت. وإسا عندي 21 عاملة عم تشتغل. من بعد ما وسعت أني وصارت النساء تجي لعندي، قمت فصلت مطحني، صار القمح يجي من كافة القرى. القمح بس أنه يصل على البيت لعنا، طبعا القمح مفروز ومنظف عن طريق فرازي، يصل القمح كله على التفريز على الطحين. عمرت مخبز، وسعت، طبعا اشترينا سيارات توزيع. كان كان المشروع طبعا الفضل كبير للعاملات وللنساء اللي عم تشتغل. كانت امورنا توسعنا على المحافظات نوزع خبز. هاي القصه كانت كلياتها من قصه نجاح صغيري اني انا بدي ساعد زوجي وولادي. بلشت من البيت، البيت كنت اشتغل بالبيت بمطلع درج صغير، وبعد هاي الشغل توسعت، عمرت، اشتريت سيارات، عمرت لأولادي.